لا أحد آمن. هل تشعر بالخوف وأنت ذاهب لكي تقتل؟ ألست خائفاً؟ ألست خائفاً مني؟ لدينا اليوم رحلة رائعة في بلاد الابتسامات مع أفضل الرفاق هنا. سنزور عشوائيات بانكوك. لقد فضحت الرجل، سأخرج في الحال. واو. وسنزور جزر العصابات التي يحكمها القراصنة. الجزيرة هنا مقسومة وتحكمها سبع عائلات حكمت منذ قرنين، أي منذ أن كان القراصنة موجودين. وسنصعد القمم. هذه غرفة النوم مع إطلالة. وسننحدر إلى القاع. نعيش على سكة القطار ونرى كيف ينتقل الناس من الملاكمة ليصبحوا قتلة، وسنلتقي بأحد القتلة الذي يشغل المركز الخامس في تصنيف القتلة المحلي. نعم، يوجد هنا تصنيف رسمي للقتلة المأجورين. هذا حقيقي، هكذا حياتنا هنا. سواملو. سواملو. وبهذا ينطلق بك. لقد كانوا يحفرون ركبهم بالمثاقب. نحن في تايلاند. في حلقتنا اليوم سنريكم الجانب القاسي للحياة في بلاد المليون ابتسامة. نعم، أصدقائي، إنها مقابلة خطيرة لأنني في طريقي لألتقي مجرماً ما. لقد اتفقنا على إجراء هذه المقابلة منذ أسبوع في تايلاند. تنتشر الأساطير عن القتلة وتقوم الصحف بنشرها، بالإضافة إلى تصنيف للقتلة المأجورين. في هذا العام تم اعتقال القاتل المأجور آي تشو الملقب بكوي، والذي قتل العشرات. يوجد منصب خاص في العديد من العصابات يسمى مولين، والذي يعني اليد المسلحة. طلبوا مني الدخول إلى الصالة. مرحباً، كيف حالكم؟ بسرعة. يقوم الملاكمون بالإحماء وطلبوا مني ألا أظهر وجوههم. بالطبع لا أستطيع إخباركم أين سوف نلتقي، ولكن في مركز بانكوك تفاجأت. نعم، لأنه اشترط علي أنه سينظر إلى وجهي وسوف يقرر أيضاً إن كان سيوافق على المقابلة. وأخيراً وصل القاتل. مرحباً أناستاس، سأصور، موافق؟ سنجلس ونسجل المقابلة، ما رأيك؟ انظروا كيف ينحني للأرواح قبل المقابلة. كيف تصبحون قتلة؟ أخبرني، هيا لو سمحت. لقد كنت في العصابة، ومرة أتى أحد معارفي واقترح أن أقتل له شخصاً. عرض مبلغاً كبيراً فوافقت. أجل، لقد وافقت على ذلك. كان مبلغاً مغرياً. طوال حديثنا كان القاتل يمسك مسدساً في يديه، مما أثار قلقي وأخافني كثيراً. أخبرني، وهل قام أحدهم بإطلاق النار عليك؟ بالطبع، وقد أصبت في صدري وظننت أنني سأموت، ولكن لا، ما زلت حي. ها هو يريني الندبة. انظر، لقد أصيب هنا. ذهبت لتنفيذ مهمة وكان كل شيء جيداً. قتلت الشاب، ولكن أصدقائه كانوا في الغرفة المجاورة. طاردوني لينالوا مني، لكنني هربت بسرعة. لقد هربت. كم عددهم؟ وكيف أصابوك؟ لقد أصابوني في صدري. كنا نتبادل إطلاق النار حينها وأصبت في صدري. أجل، الشاب خلفي الذي يساعدني في الترجمة هو صديق القاتل، وكنت قلقاً من وجود المسدس في يده، والذي قام بتلقيمه أثناء المقابلة. قل لي، كم يكلف استئجار القتلة؟ أخبرني لو سمحت. هذا يعتمد على الضحية. للشخص العادي 100،
أما لو كنت تريد قتل شخص مهم، قد يثأر أحد ما لأجله، فيجب دراسة خيارات التنفيذ الممكنة والاختفاء بعدها، وقد يكلف هذا مليوناً، وعادة ما أرفض لأن عاقبتها وخيمة جداً. ألقي القبض على آيت شو الملقب بكوي بعد أن بدأ بتنفيذ طلبات قتل الشرطة. نواصل تغطيتنا للحدث الآن، حيث أطلقت عصابة يترأسها تشوي النار على الشرطة، مما أدى إلى مقتل شرطي. بعد أحد حوادث القتل، اختبأ كوي في الأدغال محاولاً الهرب إلى كمبوديا التي تعد ملجأً للقتلة التايلانديين. أصبحت ملاحقة كوي مسألة شرف بالنسبة إلى الشرطة، فقد غطتها القنوات المحلية، وقد حدث إطلاق نار كثيف أثناء عملية الاعتقال. إن الشرطة الآن تحاول القبض على كوي. قل لي، هل تشعر بالخوف وأنت ذاهب لكي تقتل؟ ألست خائفاً؟ ألست خائفاً مني؟ هيا أخبرني، ألست خائف؟ اهدأ. أحمق، من الأفضل أن تغلق فمك أو سأقتلك. هل خفت مني؟ حسناً. أجل. أجل، لقد خفت منك قليلاً. أجل. الجميع يخاف شيئاً، حتى أنا. أتى القاتل مرتدياً ثياب نوم بأكمام طويلة، وأعتقد أنه يخفي الوشوم التي يمكننا تمييزه من خلالها. أي الأسلحة تستخدم عادةً؟ تعجبني المسدسات، لدي مخزن بتسع طلقات. عادة ما يكون للمسدسات مخزن بست طلقات وليس بتسعة، وهذه الطلقات الثلاثة أنقذتني كثيرا. أمن الصعب الحصول على سلاح؟ سباي 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 سباي، يقصد أنه أمر سهل. أجل. في بانكوك منطقة كاملة متخصصة ببيع الأسلحة، كل المخازن والواجهات تعرض الأسلحة. انظروا كما ترون هنا أصدقائي، هناك بعض الأسلحة الكبيرة هنا، بالإضافة إلى وجود بعض الأسلحة الأوتوماتيكية، وهناك عربات لبيع الأسلحة تشبه عربات المطاعم، لكن الفرق أنها لا تبيع الطعام بل تبيع الذخائر والأسلحة المختلفة. تشبه هذه في الحقيقة محلات الوجبات السريعة، لكنها للسلاح. تباع المخازن في الشارع والطلقات وقطع الغيار وكل أنواع الذخيرة. هذه منطقة بورابا في قلب مركز العاصمة والمعروفة بحي الأسلحة في بانكوك. بحسب الإحصائيات يملك التايلانديون 10 ملايين مسدس، أي أن الجميع مسلحون تقريباً. في 26 تشرين 2022 وقع في البلاد إطلاق النار الأكثر بشاعة منذ عقود، حيث هاجم مجرم مسلح روضة أطفال وأطلق النار على الأطفال. وقبل ذلك بعامين قام جندي مجنون بإطلاق النار على 29 شخصاً في مركز تجاري في مدينة كارات، فقامت السلطات بتقييد بيع السلاح هنا، وكانت تفكر في إغلاق هذه المتاجر. لا تصور. لما تمنعني؟ التصوير ممنوع، لا تصور، يكفي. لا تصور. لماذا تمنعينني؟ التصوير ممنوع. وما السبب؟ لا يسمح مالك المتجر بالتصوير أبداً. غير مهم، هذا كله ملكه وهو يمنع التصوير هنا. لم أصور هذا. لكن لا يمكنك التصوير. لا يهمني ما سيفعله. حسناً، سوف تندم. حسناً، علي أن أغادر الآن، لا أريد مشكلات على الإطلاق. أصدقائي، هنا أكبر مركز لتجارة الأسلحة في تايلاند، وربما هو الأكبر في شرق آسيا. ما أخبركم به الآن معلومات أكيدة. I never let none of you close to me. I'm in the cut like I'm supposed to be. The ones that betray me had love for me. But so they told me, they're making it hard, taking it back to the old me. Don't play with the reaper, you can pay for what you sold me. Going ghost in a phantom, try to hold you for ransom. ما هو اسم عاصمة تايلاند؟ ستجيبون بانكوك. لا، ليس اسمها، ولهذا سألتكم. هذه المدينة هي نفسها العاصمة، ولكنها تسمى باسم مختلف. لا تسمونها بانكوك، صحيح؟ صحيح. ما اسمها؟ كرونتيب. إذن بدلاً من القول إنني ذاهب إلى بانكوك، تقول كرونتيب، صحيح؟ صحيح. البعض يقول كرونتيب، والبعض يقول كاتامان، وهذا عبارة عن اختصار للاسم الكامل للعاصمة. أجل، لها اسمان، وهذا هو الواقع. وهذا فقط اختصار لاسم العاصمة بانكوك، أما اسم العاصمة الرسمي فلا أستطيع لفظه أبداً.
توجد أيضا أغنية تساعد الأطفال على حفظ اسم العاصمة. صحيح صحيح، بالواقع أنا حفظته بفضل الأغنية. พบนพรัตน์ราชธานีบุรีรมอุดมราชนิเวศมหาสถานอมรวิมานอวตารสถิตสกทัตติยะวิษณุกัมประสิทธิ์ رائع. والآن تعرفون اسم بانكوك، رجاءً لا تخطئوا في لفظ الاسم ثانية. هذا شارع رامبوتري بجانب كاوسان. الناس هنا لطيفون جدا والأجواء رائعة، وذلك على عكس شارع كاوسان. أجل، إنه مكتظ بعض الشيء. أجل، دائما هناك ضجة، دائما. تأتي إلى هنا فتيات صينيات من عائلات محترمة ليستأجرن شبانا أجانب لليلة واحدة فقط، وهو أمر شائع الحدوث هنا. أجل، عادة ما يطلبنا الليدي بوي لأنهم بالطبع يعجبونهم كثيرا. الليدي بوي أو كما يسمون بالتايلاندية كاتوي هم شبان غيروا جنسهم وعدوا منذ عام 2015 جنسا ثالثا بشكل رسمي. تطور التجميل هنا حيث لا يمكنك تمييزهم إلا بتفاحة آدم. أجل، عليك أن تنتبه إليها. في جولة الليلة في بانكوك سوف يرافقني شابان هما تشينو ولوشا اللذان انتقلا إلى تايلاند منذ سنوات. تشينو من الصين ولوشا من روسيا، انتقلا بظروف استثنائية سأخبركم بها. المكان هنا سيء للغاية، يجتمع الكثير من الناس حتى حوالي الساعة الثالثة ليلاً، حيث يضعون الطاولات خارجاً ويتجمع حولها الأزواج. أجل، هذا الشارع مزدحم دوماً، كما يبيعون هنا هذه البوالين للتسلية فقط. هذا صديقي من عائلة كينغ ستار من جماعتنا، وهو مدون وأتى ليصور حياتنا الليلية. أهلا بك بيننا. أهلا، سعدت برؤيتك. وأنا أيضا. أهلا. نحن الآن في الشارع السياحي الرئيسي في بانكوك، شارع كاوسان ومحيطه. بصرف النظر عن الحياة الليلية الجريئة وتجارة كل ما هو ممنوع، يعد الشارع الأكثر أماناً حيث يمنع اقتتال العصابات هنا. هل تشرح لي ماذا يعني مفهوم العائلة هنا وماذا تعني لك العائلة؟ أخبرني لو سمحت. العائلة تعني الكثير، لا أعرف كيف سأشرح لك هذا. لدينا ثقافة واحدة والنشاطات ذاتها. أجل، بالفعل لا تجمعنا رابطة الدم ولكننا نساعد بعضنا. أنا أثق بإخوتي لدرجة أن منزلي مسجل باسم أحد إخوتي. لا نملك أبا أو أما، بل نعتمد على بعضنا البعض وبلا خلافات. لا خلافات بيننا. تشينو هو عضو في أسرة كينغ ستار التي أسسها وقادها كلينغ منذ 20 عاماً. أنت القائد هنا؟ هكذا يقال. أجل، عمره الآن حوالي 40، ولكن من الصعب تحديد أعمار التايلانديين. مفهوم العائلة في تايلاند مهم جداً، إلى درجة أن معظمهم يتابعون العيش مع أهلهم حتى بعد الزواج وحتى بعد الإنجاب، لذلك تدعى الكثير من الجماعات هنا بالعائلات. علينا أن نختبر كل من يريد الانضمام لعائلتنا، وأنا من يحدد الاختبارات. ننجز معا العديد من المهمات على امتداد 6 سنوات. هل فهمت؟ 6 سنوات حتى تقبلوه؟ إنها وقت طويل. قضيت 6 سنوات حتى قبلت؟ أجل، هذه شروط عائلتنا. أجل، تشينو من الصين لكنه فرد من العائلة الآن. إنه من العائلة، لا ننفصل عن بعضنا. تشينو وجد أسرة كينغ على الإنترنت عندما كان يتصفح الإنستغرام في الصين، والذي يعد ممنوعاً هناك. لا
لقد عرفت أن القائد هو بيكي كلينك، ثم بدأت بإرسال رسائل إليه. اشتركت في صفحته وبدأت بإرسال رسائل غبية كأريد الانضمام إلى أسرتك، وحينها أجاب عما تتحدث؟ كيف تريد الانضمام إلى أسرتي؟ لا أعرفك، هل أنت أحمق؟ أجل، هكذا كان الرد. لتنضم عليك إظهار الاحترام. أجبت حسناً، سأفعل هذا، وطلبت طرداً وأضفت كومة حبوب ووضعتها في الحقيبة. أجل، كان يوماً مميزاً بالفعل، وكان علي أن أقوم بذلك العمل لكي أكسب دخولي إلى العائلة. ثم وضعت كل ما أحتاج إليه من ملابس، كما جلبت أحذيتي، وبعدها أتيت إلى هنا إلى بانكوك. وعندما هبطت الطائرة راسلته وقلت أنا هنا، أرسل العنوان. أرسل لي العنوان وأتيت إليه، كانوا جالسين. ثم أخرجت الحبوب وقلت له هذا هو احترامي لك. شعر بالصدمة، لقد شعر بالصدمة تماما، وقال ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ قال لي هل جلبت الحبوب؟ ولكن كيف؟ أجبت نعم، لقد جلبتها بالطائرة. هل نقلتها بالطائرة؟ أخبرني لو سمحت. أجل، أعرف كيف يمكن فعل هذا. من الصين إلى هنا؟ يمكنك أن تقول إنني مجنون، لكنني دائماً ما أفعل أشياء كهذه بالطائرة. كيف؟ لن أخبركم أمام الكاميرا. إن هذا سر. حتى حبيبتي لا تعرف. بعد سنوات انضممت لعائلة كينغ ستار، وعندما عدت إلى تايلاند رسموا لي هذا الوشم، يعني أنني مراقب. وحصلت على العضوية بعد 6 سنوات، وحصلت على وشم. هذا منذ 8 سنوات، وهذا منذ 6 سنوات. إنه وشم العضوية الكاملة. أجل، العضوية الكاملة. هل الوشم للينين؟ هذا بيك دوك. بالطبع لن أضع وشما لشيوعي على مؤخرة رأسي. إنه بيك دوك سايكورامس. يقودنا لوشا إلى مركز السياحة الجنسية في منطقة تدعى بات بونغ. هل تصور الآن؟ هذه دورات مياه، إنها للرجال صحيح؟ وهناك أيضاً بيت الدعارة، وهذه هي دورة مياه للسيدات بجانبها تماماً. انظروا، انظروا أصدقائي، ترون من دورة مياه السيدات شباناً كهذا، وهكذا تختلس الفتيات النظر على الشباب، أترون؟ انظروا أصدقائي، هكذا هي دورات المياه هنا، وهكذا تدار الأمور في بيوت الدعارة. أجل، بات بونغ المنطقة الأكثر سخونة، لقد أسسها الصينيون والأمريكيون، كانت للصينيين. أما الأمريكيين فقد كانوا يقضون الوقت هنا أثناء حرب الفيتنام. قبل عام 1946 كانت المنطقة مزرعة موز اشتراها لاجئ صيني، لونغ بات بونغ بانيتش. بدأ ابن المالك أودوم العمل في مكتب الخدمات الاستراتيجية الأمريكي خلال الحرب العالمية الثانية. هذه صورته أثناء التدريب. يعد مكتب الخدمات الاستراتيجية OSS أهم مكتب للقوات الخاصة في فترة الحرب العالمية الثانية. تفرغت عنه الاستخبارات، بالإضافة إلى مكتب القبعات الخضر أيضاً، وقد صور عملها عن طريق فيلم. تحفظ خصوصية المنتسبين إلى المكتب منذ الالتحاق، وهذا ما يفسر استعمال الأقنعة في الفيلم. بفضل رفاقه في الخدمة، استطاع أودوم بات بونغ بانيتش أن يجعل مقر الـ SOS ومكتب وكالة الاستخبارات في مزرعة الموز التي كانت لوالده. عند النظر إلى خريطة آسيا ستفهم أهمية تايلاند. إن هذا المبنى كان مقراً لوكالة الاستخبارات في 60s، وتحكموا من هنا بجنوب شرق آسيا. كان هنا مركز التحكم، وبالطبع هنا بفضل الوكالة توجد هذه الكمية الكبيرة من الملاهي والحانات في المنطقة. فالدعارة ممنوعة رسمياً في تايلاند، أما الحانات فقد ظهرت عام
1962 مدريد بار أغلقت منذ أسبوعين، وحزن الجميع لأنه كان مشهدا تراجيديا للغاية، فقد كانت هذه الحالة الأولى التي زارها كل جنود الاستخبارات المركزية الذين قاتلوا في حرب فيتنام أيضا، وهناك جلسوا كي يخططوا. ازدهرت بات بونك في الحرب الفيتنامية في تايلاند، وخلال الحرب الفيتنامية انتشرت القوات الأمريكية هنا. هذه هي القاعدة العسكرية في تايلاند، منها انطلقت مقاتلات ب52 عام 1967، في الوقت الذي انطلقت فيه أغلب المقاتلات لقصف الفيتنام عن طريق تايلاند، لأن هذا أكثر أمناً لها بالطبع. كان الأمريكيون بحاجة إلى أماكن للتسلية من أجل الترويح عن أنفسهم خلال فترات الاستراحة. حينها ظهرت الحانات الفيتنامية وعملت الفتيات فيها. يتوزع أغلب الجنود الأمريكيين في تايلاند، والبالغ عددهم حوالي 40,000 على 7 قواعد جوية على مسافة 18 دقيقة طيران من شمال فيتنام. لقد قرأت سابقاً ولا أعلم إن كانت المعلومات صحيحة، فإن حوالي 13% من القوات الأمريكية التي أرسلت إلى فيتنام كانوا جنوداً محترفين من الجيش، أما البقية فكانوا مجرمين. قالوا لهم: هل تريدون الذهاب إلى السجن أم إلى فيتنام؟ فاختاروا فيتنام لأنهم دفعوا لهم الأموال وأعطوهم الأسلحة والمخدرات كل يوم، مخدرات من تايلاند، وقالوا لهم: خذوا من تريدون. هؤلاء المقاتلون الأمريكيون لم يريدوا العودة إلى أمريكا بعد نهاية خدمتهم، فقالوا لهم: نحن سنأخذ منكم الضرائب حوالي 20% من دخلكم، وستعيشون هنا بقوانيننا، وبهذه الحالة يمكنكم البقاء، وبالطبع سنقدم لكم منحا لشراء الأراضي. وبعدها ظهرت هنا ما تسمى بمناطق التعافي المعروفة بالحانات، حيث انتشرت بكثافة كبيرة في تلك الفترة في هذه المنطقة. كان بار مدريد أولها، ثم ظهرت الكثير من الحانات مع الفتيات ليستريح المقاتلون. هنا عشوائيات بانكوك. نحن ذاهبون إلى كلانك توي. هذه هي المنطقة العشوائية الأكبر والأقدم في بانكوك. يدعوها المحليون بدولة كلانك توي أو جزيرة كلانك توي، لأن الناس هناك يعيشون وفق قواعدهم الخاصة. احذر، فالمنطقة خطيرة، هناك عصابات ومدمنون. أجل، هل هناك أسلحة؟ أجل، بالطبع. يقع حي كلانك توي في مركز بانكوك، تقريباً يعيش في هذه الأكواخ العشوائية حوالي 100,000. تمتد المناطق الخطرة على السكة الحديدية. نعيش على سكة الحديد، وكل صباح ومساء عندما تسير القطارات ندخل منازلنا. يقع جزء من منطقة كلانك توي على سكة الحديد، حيث تعد هذه الأكواخ سيئة جداً. كما تشاهدون أصدقائي، هذه الأكواخ مصنوعة من أقمشة بالية جداً. انظروا إلى هذا، هذا حمام عام لعدة منازل. دورة مياه، لا نريد حتى أن ندخل إليها، فالرائحة كريهة، لا يمكنني الدخول إلى هنا. دورة المياه لكل المنازل. للجميع. المنازل من الداخل لا تبدو أفضل. لديها طفلان. وهل ينام ثلاثتهم في هذه الغرفة؟ أجل، ينامون على الأرض. وانظروا إلى كمية القمامة المتنوعة التي يقوم المحليون بتجميعها. انظروا كيف يعيش الناس هنا. أهذا منزل؟ أو الثياب معلقة هنا. لا أستطيع المرور، لا أستطيع المرور، سأنحني. انظروا إلى المطبخ. ما هذا؟ أصدقائي، انظروا هنا أيضاً إلى الباب، كم هو ضيق. اعذروني، إنه صوت التلفاز، لا يمكنكم أن تقفوا باستقامة هنا أبداً. الوضع صعب جداً. تشبه المنازل هنا مستودعاً لأشياء صغيرة ومختلفة بكميات غير معقولة، والجميع يخبئونها بإحكام. تصنع المنازل هنا وكما في كل العشوائيات من أي مواد، ف
فهذا الحائط معدني والثاني مصنوع من الألواح الخشبية وباب المنزل من رقائق الخشب. من الملفت أنهم يستعملون الأسقف كلوحات إعلانية قديمة يجدها السكان في الشوارع، ثم يقومون بخلعها ويجلبونها إلى هنا لصنع سقف المنزل. انظروا تحت جسر السيارات، توجد العديد من المنازل الراقية بالنسبة إلى العشوائيات. انظروا إلى هذا المنزل هنا، طابقان مع شرفة رائعة. نعم، إطلالة الشرفة على موقف سيارات، ولكن المنزل واسع من الداخل، توجد حانة خاصة بالمنزل، ويعد هذا منزلا راقيا هنا. إني أفاجأ دوما، حتى في العشوائيات هناك الفقراء والأغنياء. أما الأكثر غنى فيملكون مكيفا في أكواخهم برفقتنا مغني الراب المشهور 90 تايجر. سأضع لكم رابطا لأغنيته عن كلانغ توي. الأغنية عن الجيتو. الناس يعيشون بغض النظر عن الجرائم وبالرغم من كل الفقر الذي يعيشونه هنا، ويريدون أن يكونوا بشراً طبيعيين. إنهم يتمنون أن ينعموا بحياة هانئة. انظر إلى هذا، هنا ناطحة السحاب حيث المدينة والأغنياء، وفي هذه الجهة جيتو والعشوائيات. انظر، عليك أن ترى بعينك. انظر، هذا التباين الكبير جداً بين أجواء المدينة والعشوائيات، التباين بين الأغنياء والفقراء في بانكوك يشعرك بالصدمة. يمكنك أن تجد أكواخ العشوائيات أسفل ناطحات السحاب. هذه غرفة النوم مع إطلالة وغرفة استحمام منفصلة، نسميها هنا شققاً صغيرة راقية. ولدينا هنا في هذه الزاوية غرفة الضيوف، وهنا لدينا دورة مياه، وغرفة نوم ثانية ها هنا، وهناك غرفة أخرى مساحتها 119 متراً، ولو أردت شراءها فسعرها سيكون 20 مليوناً. أجل، هذا بالفعل مبنى فاخر من الداخل والخارج مع شقق بطابقين وأثاث ثمين. هذا موقع الحمام المعتاد في تايلاند، حيث يكون غالباً بالقرب من النافذة وفي غرفة النوم. وأيضاً يمكنك من الحمام أن تنظر ناحية سريرك، وحينها سوف ترى مدينة بانكوك بالكامل. انظروا إلى جوار المبنى، أكواخ رخيصة للغاية بطابقين فقط، استولوا عليها بالقوة. تجد هذه الإطلالة في بانكوك، ناطحات سحاب ومركز أعمال، وهناك تمثال بوذا الذهبي. هذا ليس تمثال بوذا المشهور، وهذا التمثال يقع داخل مبنى، وهناك العشوائيات. انظروا، لا أعرف كيف سأخبركم بهذا، التايلانديون يؤمنون بأن العضو يجلب السعادة، ولذلك يحتفظ التجار جميعاً بتمثال وهو للعضو، وهذا غريب، فهم يحتفظون بهذا التمثال لديهم للحظ، وبرأيهم سيجلب التمثال المال. لديهم هنا في تايلاند جملة وهي وضعت العضو على المال، وهي بصراحة تعني أريد كسب المال الكثير. توجد في تايلاند تمائم على شكل عضو ذكري وتسمى ببالات كيك، ويرتدونها كزينة، وأفضل هذه التمائم هي ما باركها رجل الدين البوذي. لو تجولتم هنا ستجدون كل بائع يرتدي تميمة كهذه ويضعها على رقبته أو في السلة بجانبه أو حيث يضع أمواله، وتكون التمائم بأحجام كبيرة أو صغيرة، فهم يعتقدون أن هذه التمائم تعطي القوة، ولا سيما عندما تتحدث. سوف أخبركم بهذا. توجد عبارة في تايلاند تقولها النساء للرجال، والتي تقول أحسن التصرف أو ستجد البطة ما تأكله. يستخدمونها كمزحة،
إلا أن قصة ظهور هذه العبارة مخيفة جداً. في سبعينيات القرن الماضي انتشر وباء في تايلاند وهو قطع العضو الذكري. إنه وباء حقيقي ألفت عنه أعمال علمية. درست هذه الأعمال أسباب قيام السيدات التايلانديات بقطع أعضاء رجالهن وكيف يمكن إيقاف هذا. أصدقائي، انتظرت النساء التايلانديات الناقمات على أزواجهن بسبب وقاحتهم أو خيانتهم فترة نوم رجالهن، ثم بعدها رمين به من النافذة. وبجانب المنازل القروية سارت العديد من الحيوانات كالبط، والتي كانت تلتقط هذه الأعضاء كلها وتقوم بالتهامها. ولهذا السبب تثير عبارات إطعام البط حساسية كبيرة للرجال التايلانديين. أخذت هذه المنازل بالقوة. لا يدفع الناس هنا لقاء الأجار أو الخدمات الحكومية، لكن السلطات لا يمكنها إزالة هذه المنازل، لأنه بحسب القوانين لا يمكن للحكومة طرد الساكن من منزله أبداً حتى تقدم له منزلاً آخر، حتى لو كانت هذه المنازل غير قانونية أو تم أخذها عن طريق القوة أو كانت مبنية في مركز المدينة كما هو الحال هنا، أقصد في هذا المكان. مع هذا انظروا كيف يزين السكان منازلهم بسلال الورد. انظروا، علق أحد السكان هنا صوراً لأجمل الأماكن في تايلاند لتزيين منزله. لابد من القول إن التايلانديين يحبون بلادهم ويفتخرون بها أيضاً، حتى لو كانوا يعيشون بحي عشوائي كهذا الحي. صور الملك هي الزينة الرئيسية ونجدها في كل مكان. صور الملك السابق بوميبون أدولياديت أو راما التاسع، والحالي ماخافاتجير ألونكون أو راما العاشر، والذي يعد أكثر الملوك إسرافاً في عصرنا. من الصعب الحديث عن الملك التايلاندي، فعندما تسألهم عنه سيجيبون بأجوبة مقتضبة للغاية، وأيضاً من الممكن أن يتهربوا من الإجابة، وخاصة عندما يرون الكاميرا. يعلمون أنني سوف أقوم بتوثيق إجاباتهم، لذا لا نستطيع مناقشة الأمر معهم، لكنهم يتكلمون فيما بينهم. يدور الحديث عن هذه الفيديوهات التي يزعم أنها تظهر الملك راما العاشر يتجول في مركز تجاري في ألمانيا في قميص يظهر بطنه. مع ذلك لا توجد أدلة قاطعة بأن الشخص في الفيديو هو الملك التايلاندي، إلا أن السلطات الألمانية أكدت أن الملك يقضي وقتا طويلا في ألمانيا. إضافة إلى هذه الصورة، حيث يظهر ظهر الشخص التايلاندي في قميص قصير ويجري استقباله بحفاوة في المطار. عام 2009 انتشر على الإنترنت هذا الفيديو لاحتفال في القصر، وبجانب الشخص الذي يشبه الملك زوجته الثالثة عارية، حيث احتفلا بعيد ميلاد كليهما الملقب بفوفو والمعروف في أرجاء تايلاند. بحسب السفير الأمريكي رالف بويسف، منح هذا الكلب فوفو رتبة عقيد طيار، حيث خدم الملك سابقا في القوى الجوية، ويحوي قصره أيضا بعض الطائرات. في عام 2007 حكم على مستثمر سويسري بالسجن 10 سنوات عقوبة لتخريبه صورة الملك. لقد حالفه الحظ، لأن الادعاء حينها طالب بحكمه 75 عاماً. تعد الملكية في تايلاند دستورية كما في بريطانيا، ما يعني أن سلطة الملك مقيدة من الناحية السياسية، أما سلطته الاقتصادية كبيرة، لأنه عند كتابة الدستور تم الاتفاق على إبقاء أملاك وأراضي كثيرة باسم الملك التايلاندي، ولهذا يمكن القول إن الملك التايلاندي لديه سلطة اقتصادية. إضافة إلى ذلك، يعد الملك الأوليغارشي الرئيسية هنا. أصدرت مجلة الأعمال COO World تصنيف الملوك الأغنى في العالم، حل الملك التايلاندي في المركز الأول بثروة 43 مليار، وملك بوروناي ب 28 ملياراً. في ذلك الوقت كانت ثروة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية 520 مليوناً. وسيلة النقل الأكثر استخداماً هي الدراجة النارية، وتعد كالتاكسي. يمكنك عبور المدينة كلها مقابل حوالي 12 دولاراً، أما الطلبات في مركز المدينة تكلف 4 دولارات فقط. Where are you from?
العربة الثلاثية المشهورة أصبحت قليلة الانتشار قليلاً لأن الازدحام يجعل التنقل صعباً بها، وأغلب السكان يتنقلون في المدينة بمساعدة غراب، وهو تطبيق تاكسي. يساعدك هذا التطبيق أن تطلب دراجة نارية تمكنك من التنقل بسرعة في المدينة. سمعت أنه كانت هناك حرب بين التكاسي التي تطلب عن طريق غراب والتاكسي العادية بسبب أجل ذوي الستر البرتقالية، لأن سائقي التكاسي المرخصة يرتدون ستراً برتقالية مكلفة. أجل أصدقائي، تكلف السترة البرتقالية حوالي 50,000 بات في الشهر، وهذا ليس سعرها الرسمي وإنما سعرها فقط بإلوين، أي القطاعات الخاصة بالتكاسي، ولمرتدي السترة الحق بالعمل في مناطق محددة فقط. تقسم العاصمة إلى قطاعات خاصة بعمل التكاسي وقوانينها صارمة، فإن أوصل السائق زبوناً في غير قطاعه فإنه يخاطر بأمنه وحياته. ها هو سائق تاكسي تعرض للضرب لأنه أوصل زبونا في غير قطاعه، وحتى الشرطة شاركت في ضربه أيضا. الاقتتال الكبير بين العصابات كان بسبب خلاف بين عصابتين لسائقي التكاسي، أدى ذلك إلى مقتل شخصين. توفي أحدهما بفعل إطلاق النار. عادة ما تجري مقارنة جماعات السائقين في بانكوك بالمافيا، إذ تستمر الحروب والخلافات بينهم، وقد انضم سائقو غراب إلى الحرب. كانت معارك حقيقية لأن السائقين الرسميين الذين يرتدون الستر البرتقالية أعاقوا عملا سائقي تطبيق غراب. أجل، لكن لاحقا تصالحوا وأصبح سائقو التطبيق الذين يعملون من دون سترة حاليا يقومون بتوصيل الطعام. هكذا تم الاتفاق بينهم. أعتقد أنهم ينقلون الناس أيضاً. عليك إثبات هذا. أين الفيديو؟ أرني إياه. في بانكوك عليكم أن تكونوا مستعدين للأمطار التي تهطل فجأة. على الرغم من أن الطقس كان جيداً في بداية اليوم، فالأمطار تهطل بغزارة، والسكان المحليون يقودون بسرعة كبيرة. لأكون صريحاً، هذا غير مريح أبداً. المطر يهطل ويتساقط على وجهي، لذلك وجدت أن الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها حماية وجهي من المطر هي أن أنزل هذه. لقد وقفنا تحت الجسر لنرتاح قليلاً من الأمطار. لا يوقف سوء الأحوال الجوية السائقين. دعوني أمسح الكاميرا. أجل هكذا، رائع. أجل تعد قيادة الدراجة النارية أمراً شائعاً وفي غاية الأهمية بين الشبان هنا، إذ يمضون أغلب أوقات فراغهم في تزيينها. انظروا إلى العجلات المذهبة وهذا الهيكل الكربوني، انظروا إليه. نجري الكثير من التعديلات على الدراجة. أجل، وما هي هذه التعديلات؟ مثلاً نبدل المكابس. هل يمكنك أن تريني إياها؟ بالطبع، بدلنا المكابس وحاقنا الوقود ووضعنا عادماً. كان هناك مكبس صغير بقطر 52 مليمتراً وقمنا بتبديله. أجل، لقد عملنا عليها لمدة طويلة ولكن قمنا بإنجاز عمل جيد، وقمنا بتبديله إلى مكبس آخر بقطر 56 مليمتراً. المكبس الأكبر الذي يمكن وضعه على دراجة كهذه ذو قطر 66 مليمتراً. إنه أكبر من السابق. يوجد في بانكوك نصب للحرية، ويتجمع كل سبت سائقو الدراجات أمام هذه النصب. هنا بدلنا حاقنا الوقود وبدلنا المحرك، ولقد بدلنا المكابح والعادم. بدلنا شيئا في المحرك لا أستطيع
لا أستطيع شرحه، لا أعلم ما هو اسمه، ولكن في حال تبديل كل القطع ووضع مكبس كبير يمكننا الوصول إلى قوة 10 أو إلى 17 أو 20 حصانا. قوة 20 حصانا؟ أجل، حينها سنبدل كل شيء مثل المكبس ونظام الدفع فيها والعادم، كل شيء حرفيا سنبدله. أجل، سنبدل كل شيء، ستصبح جديدة. يحول بعضهم دراجته إلى ما يشبه اللعبة. يحاول الشباب هنا إثبات أن الدراجة ليست مجرد وسيلة للانتقال من مكان إلى آخر، ولكنها يمكن أن تكون تحفة فنية جميلة. غالباً ما يعدلونها ويقومون بتبديل المحرك والعادم. هنا مثلاً وضعوا عادماً جديداً ومحركاً جديداً أيضاً وغيروا مظهرها. يعلقون الزينة أيضاً لتكتسب الدراجة مظهراً جدياً أو حتى مضحكاً، أو من الممكن كي تبدو أكثر قوة. اضطررنا إلى المغادرة بسبب وصول دورية شرطة. الجميع غادر. وأخيراً طردت الشرطة سائقي الدراجات الشباب. التقينا ببام صباحاً كي يرينا دراجته. بدأت من هنا، بدلت نظام الدفع وكل القطع الأخرى، وبدلت العادم. تمنع التعديلات المبالغ فيها في تايلاند، ولا يمكن شراء القطع بسهولة، لذلك نأتي ببعض القطع بشكل غير قانوني، أو نأخذ قطع الغيار من الدراجات القوية ونستخدمها. تبدو هذه الدراجة عادية جداً من الخارج، إلا أن استطاعتها عالية. أزال المرايا الأصلية لتقليل مقاومة الهواء. إن أتت دورية أديرها هكذا فتظهر المرآة. سرعتها 175 كيلومتراً في الساعة، سرعة مخفضة. أعدلها قبل السباقات لتصل إلى 220. واو، واو، هذه الدراجة رائعة. التايلانديون المتسابقون لا يقومون بارتداء الخوذة على الإطلاق، علماً أنه صدر قانون في تايلاند في أيلول يعاقب على القيادة من دون خوذة. واو، على الرغم من هذا فهم لا يرتدون الخوذة. لا أعرف أين يأخذني. انظروا، إن بام يرتدي الكمامة، وهذا يعني أنهم يتحلون بالمسؤولية الاجتماعية. ارتدى التايلانديون هذه الكمامات قبل كوفيد ليتجنبوا أشعة الشمس. عندما تتجاوز السرعة 60 كيلومتراً لن تستمتع، وعندما تصل إلى سرعة 80 كيلومتراً أو حتى 90 كيلومتراً فصدقوني، حينها لن تكون تجربة ممتعة على الإطلاق. من هنا بدأت، هذا وطني الثاني، هنا الطعام رخيص للغاية. أجل، إنه رخيص. والآن سيقودنا تشينو إلى سوق بانكوك الليلي. ليس ذلك السوق السياحي الذي يقصده الزوار، وإنما إلى السوق الحقيقي حيث الأسعار الرخيصة. كم الساعة؟ 11 ليلاً. انظر إلى الناس وإلى الأسعار، 25 بات وعشرون بات. هذا المبلغ لا يشتري شيئا في بلادك. هل أنا محق أم لا؟ يفتح هذا السوق ليلا عندما تغلق المتاجر العادية والمطاعم كلها. نأتي لنشتري الطعام، نأتي إلى هنا دائما. انظر، سأضع في وصف المقطع إحداثيات الموقع لتتمكنوا من المجيء إلى هنا وزيارته. كان تشينو يأكل من دون دفع المال، بل كان يعطيهم شيئا آخر يحمله في حقيبته. لقد كنت أتعاطى،
وأبيع المخدرات، لذلك كنت مضطراً إلى زيارة الحانات والبحث عن الأجانب. فدرست الإنجليزية واستمعت إلى الأغاني الإنجليزية، وعندما لم أفهم جملة ما كنت أستمتع بالبحث عن معناها، كنت أبحث عن الترجمة على جوجل، وهكذا تعلمت. لو لم أفعل هذا ما كنت لتجدني هنا، ولما ظهرت علامة تشينو، ولكنت بقيت غبيا وشيوعيا، بمعنى آخر شابي أوماو. هل تفهم هذا؟ ماذا تعني شابي أوماو؟ شابي تعني الغبي، وأوماو كيف أشرح ذلك؟ شخص يتقاضى المال مقابل الكتابة على المواقع الإلكترونية عن محاسن الشيوعية، نحن نسميه أوماو، إنها التسمية الشائعة. وعندما ينتقده الناس يجيبهم لا، الشيوعية جيدة. أجل، شابي أوماو تسمية صينية شائعة. شابي هي عبارة عن شتيمة، أما أوماو تعني 50 قرشا صينيا، وهو ما يزعمون أن السلطات الصينية تدفعه مقابل التعليقات الجيدة عنها في وسائل التواصل، وهكذا فهي تعبر عن الصيني الوطني. سأخبرك بحادثة أليمة. لا أريد أن أذكر العام الذي حدثت فيه تجنباً للمشاكل. حسناً، هل فهمت؟ لا أسماء ولا تواريخ حتى، لأنه يمكن للسلطات أخذ الفيديو. عندما كنت أدير أعمالاً في غرب كوريا. غرب كوريا، هل تفهم هذا؟ كوريا الشمالية. حسناً، نعم، في غربها. في غربها. لقد كانت كوريا الشمالية متقدمة تكنولوجياً. مارست نشاطات غير قانونية، واشتريت الكثير من المواد الممنوعة هناك، وقمت ببيعها وترويجها. أي مواد؟ لا أريد أن أذكر نوع المواد أبداً. اعذرني. لا بأس. اعذرني. حسناً، في حينها كان علي بيع المواد، وتعرفت على فتاة وأحببتها بإخلاص، وكنت أهتم بها. هذا هو الحب، عندما تحب زهرة تقوم بسقايتها وتهتم بها، وهذا ما حدث بالضبط لأنني أحببتها. لقد تعلقت بها حقا. طلبت مني بيع المخدرات في جامعتها. قلت لها ماذا؟ هل جننت؟ أنت فتاة طيبة، أنا الشاب السيء، وسأفعلها بنفسي. أنت عليك إنهاء الجامعة فقط لكي تحقق طموحك. ثم بدأت تبكي وتنتحب أمامي وتقول لي أصمت، أريد فعل هذا، تتحدث كوالدي. فتركتها، ولكنها استمرت بالصراخ، اتهمتني بأنني مغفل، ولم أكلمها. عمل لدي العديد من الأشخاص، حوالي 10، أعطيتهم المواد وجلبوا الأموال. أعطى أحد هؤلاء الأشخاص هذه المواد لفتاتي. تخيل، إن هذا شيء صعب للغاية. أنا حقا ذهبت لبيعها في الجامعة، ولكنها لم تعلم كيفية بيعها. وفي غرب كوريا من الصعب جدا أن تكون في عصابة، عليك أن تفكر وتكون ذكيا لتتجنب الشرطة، وأن تتجنب الحديث عن الأموال وترك الآثار وراءك، لأن الشرطة ذكية جدا وستكشفنا. فهم يراقبون هاتفك الجوال ويعرفون أسرارك وكل شيء يتعلق بحياتك اليومية. إنهم جدا أذكياء. في عملنا لم نستعمل أي هواتف آيفون، استعملنا نوكيا، وحددنا الموقع وتبادلنا الأموال، لكنها لم تعرف واعتقدت أنها ذكية لأنها تغني الروك ولديها المواد للبيع، وكانت طالبة مجتهدة. قبضت عليها الشرطة، ثم تركت هذا العمل وخسرت الأموال، ولأنني كنت قد دفعت أموالا طائلة على دفعة جديدة من المواد، أصبحت مقيدا. فاتصل صديقي وحذرني، فركبت سيارتي وذهبت إلى البحيرة ورميت المواد. رميتها كلها، كلها. تركت 200 قطعة معي. وعندما أتيت إلى تايلاند، كان علي أن أنفق على جواز السفر وغيره، ولم يتبقى لدي سوى 2000 يوان، أي ما يعادل 20,000 بات. هنا في تايلاند قال لي أخي كلينغ، لقد أصبحت في منزلك وسنعتني بك،
بقيت في صالون للوشم وكنت بحاجة إلى المال. أجل أريد المال. كانت لدي 200 قطعة، وعندها قررت أن أذهب إلى جزيرة هنا، لا أريد ذكر اسمها، ولكنها جزيرة للاحتفالات يتجمع فيها الناس دائما. وعندها ذهبت إلى صديق أعرفه هناك. كانت هذه الجزيرة تشتهر باختفاء السياح فيها في كل عام. هؤلاء الناس حالهم كحالي، يريدون أن يبيعوا البضاعة وبعض الحبوب لكي يحصلوا على المال. ترافقهم المافيا المحلية وتقتلهم، وهكذا يفقدون. لا أريد ذكر اسم الجزيرة، فهذا سيء، هل تفهمني؟ تعد هذه الجزيرة خطيرة للغاية، حيث تعمل المافيا المحلية والشرطة معا. إنهم يتحكمون بكل شيء هناك ويراقبونك، وفي حال أردت بيع شيء ما حينها سوف يقتلونك. أنت تعرف المافيا. سافرت إلى الجزيرة وعرفوا أنني مروج على الفور. بدأت المافيا أو الشرطة بالاقتراب مني وسألوني ما إن كان لدي شيء لبيعه، فعندها أجبتهم لا أنا فقط سائح من الصين وطلبت الممنوعات. حاولت أن أبدو كسائح غبي وقلت بسرعة إنني أريد الممنوعات، هل يمكنكم تزويدي بها؟ قضيت أسبوعين هناك وأنا أتصرف بغباء. وحضرت حفلة كبيرة هناك حيث كان يعزف صديقي فيها. حينها ارتديت قبعة وبدلت ثيابي لكي أرقص، وحينها بدأ الناس يأتون إلي. بدأت الحفلة في 10، وبحلول 4 فجرا استطعت بيع كل شيء لدي، وسار الأمر على ما يرام ولم أكشف. حقا كانت مغامرة. جنيت مبلغا ضخما من المال. ذهبت فقط لشراء الطعام، وصدمت عندما علمت أنها 4 فجرا، لم أصدق ذلك. حقا نظرت إلى هذه الأموال وقلت سأموت، سيقتلونني. نعم حتما، فقد بعت بسعر أرخص من المافيا، وهذا أمر محرم وهم لن يسكتوا. سترى المافيا أنها كسبت أموالا أقل، ما الحل؟ لم أنم وخفت كثيرا. كانت ليلة مروعة. هربت بحقيبة الأموال وذهبت إلى الشاطئ. ماذا سوف أفعل؟ علي الهروب. التقيت بصياد أسماك وكان لديه قارب صغير يرسو على الشاطئ. أقنعته أن زوجتي تلد على الجزيرة المجاورة وطلبت منه أن يسرع لأنها تنتظرني، وبالفعل لقد أقلني. عرضت عليه 3000، لم يقبل بل أراد 5000. وافقت وقلت له المهم أن نصل. كان الإبحار بالمركب مقابل 5000 تذكرة غالية لقاء الخدمة، ولكن لقد أنقذت هذه 1000 حياتي، وهذا ما حدث حينها. ولكن ماذا لو قبضت عليك المافيا؟ كانوا ليقتلونني. أجل، وصلت إلى الجزيرة المجاورة ولم أتوقف. بعدها ذهبت بالحافلة إلى المحطة، وكان علي الهرب بعيدا كي أبتعد عن المافيا. وخلال ساعات كلمني صديقي وسألني أين أنت؟ أجبته لا تخف لقد هربت. أيها الأحمق، سأكلمك لاحقا، هيا اغرب عن وجهي الآن، هيا. وفي وقت لاحق عاود الاتصال بي وأخبرني كيف أتى رجال المافيا للبحث عني، وسألوا الناس إن رأوا شابا بوشوم وحلاقة شعر يشبهني. وبعدها أتت الشرطة، لكن كنت قد هربت. ولو تأخرت ساعة واحدة لكنت جثة هامدة. كانوا قتلوني بالتأكيد، أي لو نمت أو أخذت استراحة لأصبحت قتيلا جديدا على هذه الجزيرة التايلاندية المشمسة. حقا شيء مروع. لم يتلفظ تشينو ولو لمرة واحدة باسم الجزيرة، لكن كل من زار تايلاند يعرفها جيدا. إنها جزيرة الحفلات المشمسة التي تحكمها المافيا، قطعة من الجنة. إنها كوبانغان.
يرتاد الناس في تايلاند الشواطئ الفارغة، انظروا هنا إنه فارغ. هذه ليست كشواطئ تركيا أو مصر أو سوتشي، حيث تجلس في الازدحام وتبحث لنفسك عن مكان لكي تستلقي تحت الشمس وتسترخي، والناس يركضون ويصرخون من حولك. هنا ستبقى وحيداً. والأجمل هو الرمل. ما يميز الشواطئ التايلاندية هو الرمال، فعندما تمشي وتدوس عليها تشعر حينها وكأنك تقوم بعزف لحن. هذا رائع. اكتسب بانغان شهرته بعد كتاب الشاطئ لأليكس جيرلاند، وبعد فيلم ليوناردو دي كابريو الذي يحمل نفس الاسم، والذي ذهب فيه مراهقون رحالة إلى جزيرة معزولة حيث تجار المخدرات. وعلى الرغم من أن اسم بانغان في الفيلم لم يلفظ ولو لمرة كما في قصة تشينو، إلا أن كثرا عرفوا الجزيرة. أما المخرج داني بويل، أحد أفضل المخرجين البريطانيين، ترك علامة في الفيلم. هذه العلامة تظهر هنا، والعلامة خريطة كوبانغان. الحدث الأهم هنا هو حفله القمر المكتمل. سنذهب إلى أهم حفلة في تايلاند. كدت أقع. كدت أقع. سنذهب إلى أهم حفلة، والتي تدعى بحفلة القمر المكتمل، والتي تنظم كل شهر مرة تحت ضوء القمر ويحضرها الجميع. كل الحانات على الجزيرة محجوزة بالكامل قبل الحفلة. لا يشرب الناس بالكؤوس المخصصة للمشروبات، وإنما بالدلاء. تباع مشروبات كهذه في كل زاوية من الجزيرة. بدأوا بتنظيم حفلة القمر المكتمل منذ عام 1983، وما زال بعض كبار السن يحضرونها حتى الآن. لقد ابتعدت قليلاً لكي تتمكنوا من سماعي. هذه الحفلة هي الحفلة الليلية الأهم والأكبر على شواطئ تايلاند وربما آسيا. يأتي آلاف الأشخاص إلى هنا كل موسم. الناس هنا في كل مكان يرقصون طوال الليل ويستمتعون بوقتهم، كما يتحول الشاطئ الكبير إلى ساحة رقص كبيرة. أنا لا أعرف ما هذه الموسيقى. هنا يعزفون الروك، وهنا التكنو، وهنا السايكوديل. كما توجد العديد من الساحات. انظروا إلى هذه الأزياء، إنها رائعة. واو، لقد احترقت قدمه. هاي، فعلتها، رائع. يستمر الناس بالرقص حتى الصباح، لكن هناك جانب مظلم، فأحدهم شل وآخر ملقا على الرمال، والثالث ذهب لملاقاة الشروق وهو عار. والآن أشرقت الشمس وبقي فقط الأقوى والأكثر نشاطا. والذي فاجأني، انظروا إلى الشاطئ، نظيف تماما بلا أوساخ، ولم تحدث مشاجرات. ربما حدث بعضها في مكان ما، ولكن لم يجري أي قتال كبير. كل شيء مر بسلام، مع العلم أن الشرطة لم تأتي إلى هنا أبداً، أو حتى لم نلحظها على الأقل. ولم يكن هناك أي حراسة أيضاً، لا أحد. كل شيء مر بسلام كما هو المعتاد في كل حفلة هنا. لم يقرر إجراء الحفلة هنا مصادفة، ففي الوقت الذي يحكم فيه بالإعدام مقابل أي جريمة تجارة مخدرات في تايلاند، يمكنك في كوبانغان أن تحصل على ما تريد. يختفي رجال الشرطة أثناء الحفلة، وهؤلاء هم المسؤولون عن الأمن. إنهم مقاتلون من إحدى الأسر الحاكمة للجزيرة. تحكم الجزيرة سبع أسر تايلاندية كبيرة، وتقسم المناطق في الجزيرة فيما بينها. يسمى ذلك الجزء من الجزيرة خادرين، وهذه الجهة لأسرة أخرى. عاشت هذه الأسر منذ قرنين أو ثلاثة قرون، حين عاش هنا قراصنة محليون. أها، هكذا إذن. فقسمة الجزيرة أمر متوارث منذ أجيال، صحيح؟ صحيح، منذ قرون. وحين تمكنت من بدء عمل هنا، هل صادقتهم؟ بالطبع فعلت. أنا صديق لإحداها وبعض أفرادها، شركائي في العمل.
كما أنني أصادق العديد من الأسر، لكن إن كان لديك استثمار صغير فلن تضطر إلى مصادقتهم، يمكنك الاتفاق مع الشرطة. يعيش هنا منذ 11 عاما. أتيت لحضور الحفلة وبقيت. حفلة القمر؟ كنت أعيش على جزيرة اسمها ساومي، وبعدها حضرت الحفلة وبقيت هنا. إذن هل انتهت الحفلة ولم تستطع العودة؟ أخبرني. أجل صحيح. يملك ساشا في الجزيرة عدة منشآت إضافة إلى الحمام الروسي وبعض المنازل المأجورة التي تحوي حماماً مع إطلالة. انظر إلى هذه الإطلالة. مذهلة. هل استوعبتم الأمر؟ تأتي إلى دورة المياه هذه فتشاهد البحر. انظروا، لن تقوى على الخروج منها. هذه أول مرة أشاهد حماماً كهذا الحمام. إنها الحرية والنعيم. إن الناس هنا طيبون جداً. بفضل الأسر السبعة أصبحت هذه الجزيرة تنعم بالحرية والأمان أيضاً بشرط حماية أعمالهم، فالناس لا يسرقون ولا يرتكبون أي جرائم كانت، كما أن كل شيء مباح هنا، ولا سيما الأشياء التي تنتفع منها هذه العائلات. لهذا أصبح بانغان أهم مكان للسهر شتاءً. تتحول هذه الجزيرة إلى إبيزا تدريجياً، ليست بتطورها ولكنها تحاول. فلاد هو أحد الأبطال المشهورين هنا ويلقب بترو هاسلر. ليست كوبانغان كباقي الجزر هنا، ولا تشبه بقية المدن التايلاندية كثيراً، إلا أنه يوجد بعض التشابه. يعمل فلاد موسيقياً ومصمماً. كل ما أصنعه عالي الجودة، صحيح؟ انظر. أين تقوم بخياطتها؟ أعرف بعض الناس الذين يمتهنون الخياطة وشراء الأقمشة. ويسافرون كثيراً. لقد سافرت كثيراً وزرت 90 دولة، ثم جئت إلى هنا وفهمت أخيراً أن الجزيرة هذه من أكثر الأماكن التي شعرت فيها بالراحة والاسترخاء. أجل صدقني، ستعجبك الطبيعة ونوعية الطعام والأمان ووجود الناس من حولك. سافرت حول العالم لكنني لم أجد مكاناً أكثر راحة وأماناً ومرحاً من جزيرة بانغال. يجمع فلاد تحفاً تخص فرقة كيس. عندما أتى بول ستينلي كنت أنتظره، اقترب مني وقال أنا أعرفك بأنك نجم. حينها ارتبكت قليلاً لأنني لم أتوقع منه هذا، وفي الحقيقة أنا ممتن له، فقد ألهمني بالأزياء وأرسل إلي جيتاراً. إن الجميع هنا مبتسمون ومبتهجون، وقد سموا بلدهم ببلد الابتسامات، فمن اللائق أن تحفظ ماء وجه أخيك، لذلك يحاولون ألا يصرخوا على بعضهم، فمن المعيب أن تصرخ، ثم يصرخون كبشر عاديين ولكن ليس كثيراً. يقول الإنجليز سترقى بك الابتسامة. سمعت أن الناس هنا ودودون، لكن إن أغضبتهم سيقتلونك. نعم، يوجد ملاكمون كثر هنا ولن تعرف على من يمكنك الصراخ والغضب، ومن الممكن أن تلقى رداً عنيفاً جداً. من الجيد أنه تذكر العبارة، وهي تنسب إلى آل كابوني، والعبارة الكاملة سوف ترقى بك الابتسامة وتجعلك مميزاً، ولكن مع البندقية سوف ترقى بك أكثر. هذه العبارة تناسب الجميع في تايلاند وبالأخص بانغان. لا يمكن للأجانب التملك هنا، عليهم أن يسجلوا باسم مواطن تايلاندي أو تكون الحصة الأكبر تابعة لهذا المواطن، صحيح؟ لا، تغير القانون. على سبيل المثال تقسم الحصة الأكبر على ثلاثة ولكل منهم نسبة صغيرة، وهذا مفيد جداً. لذا حين توقع العقود فهم يوقعون على عدم امتلاكهم أي حقوق أبداً على الإطلاق. يوقع على أنه لن يأخذ منك حصته؟
أجل، لا يملك حق التصرف فيها. أي أنك تدفع ما يشبه الإيجار بالمقابل، صحيح؟ أجل، نوعاً. حسناً، إذن هذا إيجار؟ بل راتب، نستأجرها لتسعين عاماً ونمدد كل ثلاثين سنة. أجل، بكل الأحوال هذا إيجار. ستكفيك تسعون عاماً، إنها مدة تكفي لأي شخص كان، ولا يمكنهم بيع الأراضي التي استأجرتها بالتأكيد. هل سيطردون أحفادك؟ حينها سيصبح المنزل خراباً، لأن المنازل هنا تهترئ بسرعة بسبب الأمطار الاستوائية، كما تستوطن الحشرات المنازل وتخربها، فيصبح عمرها قصيراً. هذه مخاطرة، فخلال 30 عاماً سوف يأتي ابن شريكك التايلاندي والذي عاش في مكان آخر، وسوف يقول لك حينها إن هذا ملكي، صحيح؟ في الحقيقة تحدث الكثير من هذه الحالات حين تصادقهم لمدة طويلة، وهي منتشرة في بانغان وفي كل مكان في تايلاند. إن بانغان تحاول التشبه بإيبيزا، فهي تتطور، وحتى خلال فترة كوفيد، فترة الإغلاق، فقد أصبحت الجزيرة مشهورة في السوق التايلاندية. رأيت فيها سيارات فارهة، إنها باهظة الثمن، مثل سيارات فيراري ومرسيدس، في حين أننا لم نكن نرى إلا الدراجات النارية والسيارات الرخيصة. لكن في الفترة الماضية رأينا السيارات الفارهة التي جلبها التايلانديون الأغنياء وأبناء الوزراء، حتى غدا هذا المنتجع مشهوراً ومهماً جداً ووجهة سياحية. ولهذا فتايلاند ما زالت مملكة، فقد رأيت الأثرياء الذين يأتون مع خدمهم كما كان الوضع سابقاً، كانوا في العهد الملكي. مضى يومان على حفلة القمر وأصبح المكان مهجوراً، وكأن الناس انقرضوا فجأة، فلا أحد يسير في الشوارع، لا يوجد أي شخص، على عكس الأيام السابقة لا نرى إلا التايلانديين المحليين. فلتنظروا إلى هنا، انظروا معي. مرحباً، إنهم مدهوشون من وجودي هنا الآن. انظروا، انظروا إلى الشوارع، إنها خالية تماماً. سيستمر هذا مدة شهر. بعد كل حفلة تتوقف الحياة هنا لمدة شهر كامل. المكان هادئ وكل الفنادق فارغة. يربون غزلانا روسية، هيا بنا كي نكتشف. قصة ظهور الغزلان الروسية على الجزيرة قصة ممتعة. ملك تايلاند راما الخامس أحب الصيد كثيراً، وكان له صديق وهو الإمبراطور الروسي نيكولاي الثاني. لقد شاركه ذلك، ولقد أهداه العديد من الغزلان الروسية، ويقال إن عددها 500 زوج. بالمقابل قام راما الخامس بإهدائه 200 قطة سيامية، وأهدى مثلها للسفيرين البريطاني والفرنسي، ما أدى لتغيير جنسها في الغرب، وقد سميت دبلوماسية القطط، والتي حفظت البلاد من الاستعمار الغربي، وقد كانت حينها حدثاً عظيماً. وضع القردة هنا في بانغان يشبه وضع الكلاب في المدن الأخرى، فهي تقوم بالتجول في الأنحاء دوماً. سأسكن في هذا الفندق ذي الغرف الصغيرة، إنه لا يقع في الصف الأول وإنما على الشاطئ مباشرة. تعالوا معي. إن المدونين يقومون بتقييمات عديدة للفنادق التي يزورونها، وأنا سأريكم الآن فندقاً مميزاً ورائعاً جداً. وهذه هي غرفتي، انظروا، انظروا، يوجد فيها سرير مزدوج وشبكة للبعوض. فلنرى ما هذا؟ حسناً، تبدو لي وكأنها خزانة ما. أجل، وهنا الحمام، وهذا موضع الاستحمام، ولكن لا توجد أي ستائر هنا أبداً. هذا غير مهم، أنا سوف أريكم الآن أهم ما يوجد هنا. الإطلالة، انظروا إلى البحر، إنه أمامي مباشرة. إليكم هذا، سوف تخرجون
وتجلسون لتناول الفطور فوق هذه الشرفة الرائعة. وها هو البحر. خمنوا ما هي كلفة هذا المنزل. 175 باتا، 175 باتا تعادل 5 دولارات. مقابل هذا المبلغ لدينا مصباح ومغسلة أيضاً، وهناك دورة مياه نظيفة جداً بالإضافة إلى أرجوحة كهذه، وهناك ثلاجة هنا وهي تعمل جيداً، وهذه الإطلالة أيضاً. أما الفطور فهو مدفوع مع إنترنت سريع. إنها رخيصة لدي منزلي الخاص مع إطلالة خلابة على البحر، وسعرها كسعر كوبين من القهوة. إما أنها غالية أو أن هذا المكان رخيص، ولكن ذلك طبيعي، فهذا ليس سعر فندق واحد، لأنها عموماً أسعار هذه الفئة من الفنادق في بانكان. تقارن بانكان مع بالي، فكلاهما جزر استوائية يزورها الناس، والطبيعة خلابة في كلتا الجزيرتين، ولكن بانكان هنا تمتاز عن غيرها بالطرقات، وهي طرق واسعة ومريحة وبها الكثير من العلامات واللافتات أيضاً. بينما في بالي لا يمكن لدراجتين أن يعبرا الطريق معاً، أما هنا فالطرق ممتازة. أصدقائي، سنذهب إلى أجمل مكان في بانكان، شاطئ باتل بيتش، والذي يحوي شرفاً جميلة وإطلالات خلابة. انظروا، أنا أسير على جرف الصخرة. إلى أين؟ هيا سوف نرى. كدت أصل. أنا أحاول الصعود بالكاميرا. مذهل، جمال غير معقول. انظروا هناك، شاطئ صخري. أجل، وهنا باتل بيتش. إنه يبدو جميلاً من هنا. انظروا إلى هذا المنظر الخلاب، هذا مذهل جداً. أصدقائي، انظروا، إن هذا هو برج الأشباح الأشهر في مدينة بانكوك، وهذا المبنى غير مكتمل، وضعوا أساساته في التسعينات وتوقفوا بفعل الأزمة الاقتصادية، وتم حينها رفع دعوى ضد مالكيه لمدة ربع قرن تقريباً، وهم لم يتمكنوا من إنهاء بنائه، ولقد وصلت تكلفته الآن إلى 1 مليار دولار، ولهذا السبب هذا المكان هو أغلى لوحة إعلانية للسماعات اللاسلكية. نمت حوله شجيرات مختلفة وتشكلت مسابح من الماء. يأتي الفقراء عادة ليسكنوا هنا، ولكنهم يطردون. انظروا إلى هذه الإطلالة، هذه أجمل عشوائية في بانكوك وفي العالم كله. في كل العشوائيات التايلاندية هنا سوف تجدون صالة للملاكمة التايلاندية، وهذه الرياضة بالنسبة إليهم ككرة القدم عند البرازيليين، وهذه الرياضة هي الوسيلة الوحيدة للخروج من هنا بالإضافة إلى الغناء. أجل الغناء. يعلقون على الجدران صور الأبطال الذين خرجوا وقد كانوا أطفالاً حينها، بينما اليافعون هنا يمارسون فنون المواي تاي، لكن الأجهزة مهترئة وقديمة جداً. حسناً، انظروا إلى شغف هذا الطفل، انظروا جيداً، وانظروا إلى هؤلاء الأطفال أيضاً. هل هم من هنا؟ نعم، إنهم من هنا، أبناء العمال، ويريدون القتال. أبناء العمال يريدون القتال. وهل يتقاضون المال؟
لا، لا ندفع لهم الآن، لكن هناك بطولة الشهر القادم وهي مدفوعة وسوف ندفع لهم، وبالتأكيد سيحصلون على المال. حسناً، لماذا يقاتلون الآن؟ لكي يتدربوا ويصبحوا أكثر مهارة وقوة. تملك الملاكمة التايلاندية تقاليد قديمة ومراسم صعبة، حيث يجب على الخصمين قبل المباراة أن يصليا، كما أن المباراة كانت تجري تاريخياً تحت قرع الطبول الضخمة. هذه هي تقاليدهم. تعد هذه الملاكمة فن دفاع عن النفس. قد تستخدم في المباراة قبضتك ومرفقك وركبتك وكل ما تريده. من كل هذه المراسم الخاصة بالملاكمة بقيت تقاليد النهاية. ينحني المنتصر والمهزوم أمام بعضهما ويودعان بعضهما بابتسامة. لقد تجمع في هذه المسابقة كل سكان العشوائيات في السابق، لكنها منعت مع بدء جائحة كوفيد، والناس الآن يشاهدونها عبر البث المباشر. كم مباراة لديكم؟ 30 تقريبا. 30؟ أجل. رائع. وهل النهائية حاسمة؟ لا، من يأتي أولا يقاتل كما على المائدة. تأتي فتجد منافسا لك يكون بانتظارك. أجل، إنه كذلك، هكذا هو الأمر. أجل. ما هو متوسط الأعمار؟ حوالي 20. حوالي 20؟ أجل، هذا صحيح. يبدو في 15. أجل، يبدو عليه الصغر. بعض الشباب لا يخلعون ملابسهم قبل المباراة. انظروا إلى ملابس هذا الملاكم العادية، انظروا جيدا. إن هذا ناد للقتال، لكن في الحياة الحقيقية هل تتخيلون أن كل هؤلاء من منطقة عشوائية واحدة؟ تخيلوا عدد الملاكمين هنا، هناك حماس غير متناهٍ. معدلات الأدرينالين والتستوستيرون مرتفعة جداً. أجل، مرتفعة. كشافة العصابات هنا يختارون مقاتلين لهم. لا يحلم الفائزون بمهنة رياضية وحسب، وإنما أن يصبحوا أفضل القتلة في المستقبل. أهلاً بالملاكمين، هيا تعالوا، تعالوا. نعم نعم نعم، تعالوا الآن. إن أردتم أن تتعلموا الملاكمة التايلاندية والمواي تاي فلتأتوا إلى تايلاند وابحثوا عني. ستريت فايت تايلاند، ستريت فايت تايلاند. هل تطهو المأكولات الروسية؟ صحيح. تطعم الناس حساء البورش؟ أجل، أعد البورش. البورش طبقاً أوكرانياً، فقد ولدت أمي قرب كييف وكانت تحضر البورش بلحم الخنزير وهو شهي جداً. والشواندر؟ هناك شواندر لكن إيجاده صعب. يبيعون هنا ثمار الشواندر الكبيرة غير الحلوة وسعرها حوالي 20 دولاراً، إنها باهظة الثمن. أتى لوشا كسائح إلى هنا وكادوا أن يقتلوه. لقد ضربوني واضطررت إلى البقاء في المستشفى، وفي أثناء وجودي هناك تعرفت على الثقافة التايلاندية وعلى العقلية والحياة التي يعيشها الناس هنا، وأردت حينها العودة إلى موسكو. مارس لوشا الكثير من الأعمال كتصوير فيلم عن السجون. لقد كان ذلك وثائقياً مسلياً حقاً عن أسطورة تايلاندية بدأت هنا منذ دمار آيوت خاي، حيث أخذ الأمير أميرة بورمية، فغضب البورميون وأتوا إلى هنا وأخذوا الكثير من المال والذهب. أجل، لقد فعلوا ذلك. وبحسب الأساطير فإن معابد بورما بنيت من الذهب المسروق من تايلاند، وأخذوا التايلانديين كعبيد، ولأن التايلانديين يجيدون المواي تاي، وبما أن البورميين يحبون القتال، لذلك قرروا أن يمنحوا الحرية للعبيد الذين ينتصرون على البورميين. تشبه هذه الحبكة القيم البوذية لأنها مفعمة بالمسامحة، قيم المسامحة. أجل. ولهذا السبب فهم يتدربون ويتعلمون المواي تاي، ومن بين هؤلاء
المجرمون الكبار ذوي الأحكام المؤبدة أو الطويلة، فهم يمارسونها من وقت لآخر وينظمون بطولات رسمية وبإشراف من الشرطة، والرابح تخفض مدة عقوبته. أجل، لم يكمل لوشا التصوير وأصبح لديه مطعم روسي هنا وينافس على لقب أفضل طباخ في أشهر برنامج طبخ تايلاندي. ما رأيك بأطباقي؟ لذيذة. عليك تغميسها. هكذا؟ لا، أنت تأكل بلباقة ولن يعجب هذا جدتك. جربها هكذا. بورش. بورش لذيذ. أعلم. لو أردتم تذوق البورش فلتزوروه. سأصور حلقة خاصة عن المطبخ هنا. لوشا هو أحد المغتربين القلائل هنا الذين تعلموا لغتهم ودرسوها. هذا لغز حقيقي، كل شيء هنا يكتب على سطر واحد من دون أحرف صوتية وفواصل. هذا أشبه بالكابوس، إنه يشبه الكابوس حقا. والأهم أنه حتى لو تعلمت الأبجدية فلن تستطيع القراءة، مستحيل، هذا شيء مستحيل. تحوي اللغة التايلاندية 44 حرفاً ساكناً وأربع نبرات للفظ الكلمات والتي تغير معناها. التايلانديون يعلمون أن لغتهم صعبة، فالكثير منهم لم يتعلموها، وفي الأرياف لا يمكنهم القراءة. هؤلاء ليسوا شخصاً أو اثنين، بل هناك أعداد هائلة من المواطنين الأميين. حقاً إنهم لا يستطيعون القراءة والكتابة. ليست صعوبة فحسب، وإنما غياب للمنطق. فتعلم الأبجدية هنا يعني أن تكتب سطراً واحداً مكوناً من 30 حرفاً متصلاً من دون أحرف صوتية أو فواصل أو حتى أحرف كبيرة، فتقول لنفسك: نعم، أنا أعرف هذا الحرف. آها، هذا هو الحرف، أجل أعرفه. أعيش في شارع سوان بلو، إنه شارع رئيسي يعرفه الجميع تقريباً، وتلفظ سوان بلو. فلو قلت للسائق سوان بلو: ماذا؟ سوان بلو؟ سوان بلو؟ لن يفهم إلا عندما تقول له سوان بلو. فيقول: أجل، فهمت، وينطلق بسرعة، وإلا فسيوصلك إلى مكان آخر، وتقول له: اذهب من هنا، كاو، فيفهم وسوف يوصلك. وما هي هذه الكاكاكا أو الكاكاب التي يضيفها التايلانديون إلى نهاية كل جملة؟ سألت مرة أستاذي وفهمت أنه لا يوجد قواعد واضحة لهذا، لذلك أخترع القواعد بنفسي، وهذا ما أفعله دائما، وأضيف هذه اللواحق لأبدو أكثر احتراما، فهي تشبه كلمات مثل: ألو حول، أجل، ألو حول. وتقول الفتيات أيضا: كا، والشباب كاب. الكلمات لا تتغير، ولكن هذه اللاحقة تتغير بحسب من يتكلم، فلا يوجد في اللغة جنس للكلمات ولا مرادفات. لا، لا يوجد. أجل، لا يوجد. إذن يقول الشباب كاب والفتيات كاكا، ثم يتحدثون. نعم نعم، أجل، بكل يتحدثون طلعة. أجل، ثم يبدأ الشخص التالي بالحديث وهكذا، فلا يقاطع بعضهم بعضا. تايلاند هي أمريكا الآسيوية، فالتايلانديون يختلطون بالجميع، الكل يأتي إلى هنا. يمكن لأي فتاة أن يكون لديها شاب روسي أو أوروبي أو أمريكي، لا يهتمون إلى الجنسية أبداً. أنا أحب التايلانديين، أحب تايلاند، أحب العيش هنا، أنا فعلاً مسرور. لا يعتمد على الذكور هنا، فالمجتمع هنا نسوي غالباً، فالنساء يعملن والرجال يجلسون ويسترخون ويقولون ساباي ساباي، والتي تعني كل شيء على ما يرام. حسناً، ساباي ساباي هو عنوان أغنية المغني المشهور في بيودا، والذي يعد كمايكل جاكسون الأمريكي. كيف وجدتم بلاد المليون ابتسامة؟
بالنسبة إلي هي أحد أجمل وأفضل الأماكن على الأرض بسبب الطبيعة والناس أيضا. وبخصوص الطعام فنحن نحضر حلقة خاصة عنه. حسنا أصدقائي، هذه بذور الحبار وهي من أغرب الأطباق لأنها تشبه فضلات الطيور. سنتحدث عن الأطعمة وسنتحدث أيضا عن أسماء المقاهي والأكشاك المميزة في تايلاند وعن طوابير الطعام الطويلة. هذا مذهل، ازدحام شديد والمطعم مغلق أيضا، وعن أغلى وأرخص الأكشاك هنا. لقد وصلنا إلى الكشك الأغرب في بانكوك. أنا لا أتخيل حقا كيف بني هذا الكشك. اشتركوا في القناة واضغطوا زر الإعجاب ولا تنسوا زر الجرس، ونحن سنكمل رحلتنا. الناس هنا جالسون ولا يريدون السفر، فلو سافر الإنسان لن يعود كما كان بعد السفر، فالسفر سيوسع آفاقك، لكن السياسيين لا يريدون ذلك لأنهم يحتاجون إلى أناس أكثر ليقوموا بقيادتهم كالخرفان. أجل، أنا لم أكن أسافر كثيراً، ولكن حين وصلت إلى هنا كنت متعلقاً بالشيوعية، كنت أردد دائماً تباً لليابان وتباً لأمريكا وتحيا الصين، تحيا الصين، تحيا الصين. أجل، ولكن بعد أن سافرت ورأيت البلدان وبعضها أفقر من الصين لكنها جميلة حقا، إنها بلدان جميلة وأناس طيبون، وحين تسافر كثيرا تصبح أكثر تسامحا وتزداد طموحاتك. أتعي ما أقول؟ لست كالناس الأغبياء الذين يلعبون في البلاي ستيشن وكول أوف ديوتي وأقتل الآخرين ولا أقول نعم ها أنا تحيا الصين، نعم نعم تحيا الصين. ليس علي أن أقول هذا الكلام، هذا حقا غير منطقي. كنت أكره اليابانيين قبل السفر، لكن حين التقيت بهم لم أفهم لما كنت أفعل ذلك. إنهم أناس طيبون، من علمني هذا؟ من أدخل هذا إلى دماغي؟